أنا بدي أسألك، يعني رافقت الكثير من مشاهير العالم وشخصيات كبيرة جداً، من الشخصية اللي لفتت نظرك بثقافتها وحبها للحضارة الفرعونية؟ مين أكثر شخصية كان عندها اهتمام وشغف وعلم؟ تصوري الأميرة الأميرة ديانا. تصوري الست دي قبل ما تيجي راحت المتحف البريطاني تدرس عن الأهرامات. نعم. قالوا لها أنت بتقابلي المتخصص الوحيد في العالم في الأهرامات. الست أسئلة ذكية، ذكاء غير عادي، وبعدين حصل بيني وبينها ألفة لدرجة أن واحد مصور صور لي أنا وهي 37 صورة خدها محمود صلاح الله يرحمه، كان رئيس تحرير آخر ساعة، وعنوان الأساسي في المجلة مصري آخر أحب ديانا غير دودي. الله الست الله. كانت حاجة يعني عندها كاريزما وعندها طبعاً. بس أنا أحكي لك حكاية ظريفة تسلي صيامنا على حكاية الزائرين دول. طيب في واحد اسمه جريج نورمان اللي هو أشهر واحد في الجولف في العالم. نعم. اتجوز كريس إيفرت اللي هي أشهر واحدة في التنس. هم قالوا لواحد صاحبي بيقدم توداي شو في أمريكا، إحنا عايزين نتجوز قدام أبو الهول مع زي حواس. حلو. فقابلتهم. طيب. فبعد ما خدت الصورة قلت لها كريس أنت عارفة أبو الهول عنده لعنة؟ قالت لي إزاي؟ قلت لها أنت بعد 3 شهور هتتطلقي. وبعد 3 شهور اتطلقت. يعني أنت مؤمن بلعنة الفراعنة؟ يعني خافي مني بقى دلوقتي؟ أكيد. تعرفوا فأنا على فكرة كل القصص والحكايات دي كتبتها في كتاب لي اسمه الحارس طبعا اللي هو بتناول قصة حياتي في عالم الآثار.